عبارة الأيام الصعبة ليست العبارة الوحيدة المستخدمة لوصف أيام الدورة الشهرية. أوصاف كثيرة تسند لهذه الفترة التي تعيشها كل فتاة وكل امرأة بانتظام. بعضها قد يكون حقيقياً، لكن بعضها الآخر ليس سوى خرافات تناقلتها الأجيال في مناطق عديدة حول العالم. في هذا التقرير نعرض لك خمساً من هذه الخرافات. إياك أن تصدقيها. أحد أهم الاعتقادات غير الصحيحة عن العادة الشهرية أنها تتزامن عند فتاتين تجمعهما صداقة حميمة أو عند أختين. كثيرون يتصورون أن قرب الفتاة الجسدي من أخرى وتفاهمها يؤثران في هرموناتها ويجعل عاداتهما الشهرية تحصل في نفس الوقت. موقع هافنتون بوست الفرنسي ينقل عن طبيبة نسائية في منظمة Dignity Health تأكيداً أن هذا التصور ليس حقيقاً. التزامن ليس سوى صدفة. كثيرات يعتقدن أن الاستحمام خلال هذه الفترة يؤثر على وتيرة تدفق الدم. هؤلاء يتصورون أن ماء الاستحمام يمنع خروج الدم ويؤدي إلى تراكمه في الرحم ويسبب مشكلات لاحقاً. لكن على عكس المتداول، ينقل موقع الجزيرة عن مجلة Medical News Today توضيحاً بأن الاستحمام يساعد في تخفيف التشنج العضلي وتحفيز تدفق الدم. بحسب تقرير مصور لدوتشي فيلي في إيطاليا، يتصور البعض أن العجين لا يختمر إذا أعدته امرأة حائض. وفي فرنسا ينتشر اعتقاد قائل أن الحائض تفشل في تحضير المايونيز، لكن هذا ليس صحيحاً. مقال لموقع ليبراسيون الفرنسي ينفي هذه الاعتقادات ويعتمد على تحليل الأنثروبولوجي ألان تستاغ الذي يعيد هذه الاعتقادات إلى التمييز بين الرجل والمرأة ليس أكثر. من بين التصورات الشائعة حول الدورة الشهرية أن شرب الماء البارد جداً أو المشروبات الغازية يضعف خصوبة المرأة ويتسبب بتشكيل سرطان في الرحم لاحقاً. موقع التحقق من المعلومات التابع لوكالة AFP الفرنسية يؤكد أن هذه المشروبات لا تؤثر في هرمونات المرأة وليس لها أي تأثير على خصوبتها أو سلامة رحمها. يعتقد أيضاً أن ممارسة الرياضة خلال فترة الدورة الشهرية تؤذي النساء والفتيات، لكن بحسب موقع دوكتيسيمو الرياضة تساعد في تخفيف آلام الحيض وليس لها تأثير سلبي على مدى الدورة.